ودلوقتي تعالوا نتابع مع بعض أهم الأحداث اللي هتحصل النهاردة في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنتهي المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحلات والمولات التجارية والمطاعم والمقاهي، وده وفقاً للقرار الوزاري الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن تبدأ المحافظات العمل بالمواعيد الشتوية يوم الجمعة 29 سبتمبر الجاري. النهاردة هيتم عقد مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للأبنية التعليمية للإعلان عن كل التفاصيل المتعلقة باستعدادات وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2023-2024. وكانت الوزارة أعلنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد اللي هيبدأ من يوم السبت 30 سبتمبر الجاري للسبت 8 يونيو 2024 لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية والرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024. النهاردة وفقاً لما أعلنت عنه جامعة الأزهر، هيتم فتح باب التسجيل للطلاب والطالبات المستجدين الحاصلين على الشهادة الثانوية الأزهرية ويتخلفوا عن التقدم للتنسيق للعام 2023-2024، وده للطلبة المستنفذين والسنوات السابقة والقراءات. النهاردة هتحتفل قصور الثقافة بذكرى المولد النبوي الشريف، ويحيي الحفل شيخ المداحين أحمد الكحلاوي بمشاركة فرقة البحيرة للإنشاد الديني وفرقة التنورة التراثية. بتأتي الاحتفالية ضمن برنامج حافل أعدته هيئة قصور الثقافة احتفاءً بذكرى المولد النبوي الشريف في كل المحافظات، حيث تشهد العديد من مواقعها على مدار الشهر الحالي تقديم أنشطة فنية وثقافية يتم خلالها تقديم محاضرات وأمسيات وعروض إنشاد وفنون وورش متنوعة.